سلطه مع بعض. نعملها ازاي؟ معانا اللبنه والزبادي بنحضره، سكينه. نعم، هنشوف دلوقتي. عيدية خس ده زي الفل، دول كفايه حلوين قوي. خس البلد ده يا اخوانا تعظيم سلام لطعمه، انا بحبه جدا. ناخد الخس ده يتقطع كده بالسكينه. طبعا الخس يتغسل كل واحده لوحديها. شفت الغس؟ الله، السكينه ناس ده بتتكلم مصري. شفت الصوت ده كده؟ بص 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 الصوت ده، يا ويلي الصوت ده انا محروم منه. خس الكابوتشا كل ما اروح الاقيها هي بس. خلاص شوف، حتى الخس البلد واحنا بناكله بتحس له جرشه كده كانك بتاكلي فوزدو حلبي. ناخد الخس ده كده نحطه هنا كده. لطيف. الزبادي معانا اهو، نحط عليه شويه نعناع. سلطه لطيفه هتعمليها بالليل، جوزك عايز ياكل، ولادك عايزين ياكلوا سلطه حلوه كده، جوزك مش عايز يتعشى. حبيبي انا عارف انك انت بتتعشاش متاخر، خلينا اعمل لك سلطه طعمها حلو، هتنام مستريح، مفيش ارتجاع من الريق، مفيش مشاكل. ده عصير ليمون، شويه زيت زيتون. ايه الارنبيط في الزيت؟ مش ده اهم، وطلعها دلوقتي اول مخرج ده ما يقول لك وقتك خلص. زيت زيتون، نقلب دول مع بعض. اللهم صل على النبي. ده هينزل على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ على فين؟ على الزبادي، على فين؟ على الخس. يلا بص بص على الحلاوه، هو ده. الخس من الورقيات، والسبانخ من الورقيات، والجرجير من الورقيات، اللي اول ما بتشم ريحه الصلصه لو فيها زيت بتهبط على طول، وعصير ليمون بتلاقيها هبطت على طول، شخصيتها هنا بتنعدم. طبق نغرفه بسرعه كده. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ولازم تقلبها كويس. خدت نغرفها كده. اللهم صل على النبي. كلفتنيش. ممكن تعملها خيار، مش عايزها خس، اعملها خيار. بس اذا في خس بلدي نصيحه مني، اعملها بالخس البلدي. ريحه النعناع اليابس اللي هو الناشف الحلو ده، اللي بيجي لك هديه، ده حزمه نعناع من الراجل الطيب اللي بيبقى في الاشاره. خديها اغسليها وعلى مفرش ابيض، حلو الكلام، ونشفيها في قلب البلكونه، خليها عندك، هتعجبك وهتنفعك وقت اللزوم. سلطه زي دي كده تعملي كوبيبه، تعملي خرب النعناع، كوبايه شاي في العصاري بالنعناع.